صلاه الله وسلام على من اوحي القران صلاه الله وسلام على من اوحي القران واهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام.